جلصد المشاهير بدورته الرابعة، دورة الفنان الراحل فلاح إبراهيم، بحضور مميز من الفنانين والإعلاميين ونخبة من الشرائح المثقفة التي كان لها تأثير على الساحة الفنية والإعلامية والاختصاصات الأخرى. حضرنا هذا المهرجان وهي المرة الثانية تكون الدعوة من إدارة المهرجان. أنا أتشرف بهذا الحضور الطيب الكريم، مثقفين ووجوه مجتمع راقية، فنانين كبار اللي حضروا اليوم. إن شاء الله تكون لنا فد لمسة بهذا المهرجان، وكل سنة إن شاء الله. عموما هي المهرجانات فد شي حالة جيدة بصراحة، يعني تنقل خلينا نقول فد واقع سار للعالم، إنه بلدنا بلد بجمال، بثقافة، بتواصل. المهرجانات هي راحة نفسية ليس فقط للفنانين أو المشاهير، وإنما لعموم الناس. إحنا بحاجة، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة اللي نمر بها، هي ترويح عن النفس، هي رسالة أنه إحنا عايشين، لازلنا عايشين، والشعب العراقي إن شاء الله يبقى مرفوع الرأس. ويعني العراق كل ما يكبو ينهض دائما، ونتمنى كنا هذا الشيء، وهذا جزء هو من رسالة هذه المهرجانات. ولادة المهرجانات السابقة واللاحقة ما هي إلا هي تسليط الضوء على المنجز العراقي بمختلف الصنف، سواء كان موسيقي أو مثلا برنامج أو مسلسل أو مسرح، كل نتاج إبداعي. أكيد المهرجان هو هذه المساحة اللي تظهر بها وتنقلها للعالم أنه الفن العراقي بدأ يزدهر ويأخذ مكانه الحقيقي، والقادم بعد أفضل. فنحتاج إلى مهرجانات، ولكن الدقة في الاختيار، عدم المجاملة، المصداقية، لأن هذه مسؤولية. أنا اليوم من أنطي جائزة لشخص وهو ما يستحقها راح أسبب له عبء، ويبقى بهذه الدائرة وينسى الإبداع ويفكر فقط في الجانب خلينا نقول الإعلامي، أنه حصل على جائزة ممكن هو يعني حرم ممثل آخر كان أكثر هو يستحقه. تضمن المهرجان توزيع جوائز لمبدعي العراق من كافة المجالات، وحازت الزميلة فاطمة الوثاب مقدمة برنامج كاريزما على جائزة أفضل برنامج لعام 2023، حيث حقق برنامج كاريزما صدى واسع خلال فترة قصيرة. والجائزة أكيد مو بس إلي، كل واحد ساهم ببرنامج كاريزما أكيد يستحق هاي الجائزة، مو بس أنا، من فريق الإعداد، من المخرج، من المصور، من أي أحد ساهم بالنجاح. بوقت كلش قصير قدر ينال نجاح كلش كبير، والحمد لله. هاي من الضيوف اليوم حاضرين وياك بالمهرجان وللتكريم، استضافيتيهم أكيد للشرف، وكلش متحمسة وفرحانة. شنو الجديد اللي ممكن ينطرح ببرنامج كاريزما مستقبلا؟ اكيد ما راح اقول لك. مفاجأة طبعا، يعني اكو مفاجأة بالبرنامج، بس هو اي برنامج الريد النجحة لازم بيتغير، ما نبقى على نفس الخطة، لازم اكو تغير فيه. والله شوف المهرجانات الان يعني خصوصا هاي السنة هواي صارت، ويعني اكو من عندهم دورات متقدمه، اكو دورات متلاحقه، يعني اكو دورات اولى. انا اعتقد المهرجانات، كثره المهرجانات هي حاله صحيه، ان نسلط الضوء على المنجز الفني للفنان وللاعلامي المتميز الذي يستحق ان ياخذ الجائزه، وهذه تصير بالاضافه الى انه اكو ضيوف عرب، ممكن انه يصير يدمج بالثقافات العربيه يعني للبلدان. تكريم الفنانين والإعلاميين والمبدعين من خلال المهرجانات هو الدعم الحقيقي لما قدموه من إبداع في حياتهم المهنية. عمر كريم، قناة دجلة الفضائية.